ازيكم؟ لو شفت الجمبري ده بألوانه الجميلة في البحر وغرق اوعى تقرب منه. جمبري المانتس او روبيان الطاووس، وده نوع من انواع القشريات بس خطير جدا، وبيتسمى بقشريات الملاكمة، وطبعا بيعيش في المياه المالحة بس، وحجمه من 3 سنتيمتر ل 18 سنتيمتر. تخيلوا ان سرعته بتوصل ل 10 امتار في الثانية الواحدة بس، وبيعيش حوالي 20 سنة. والمانتس معروف بمهارته القتالية، عنده قبضتين يقدر يدمر كائنات أكبر منه وأصلب منه، وسرعة اللكمات بتاعته 83 كيلو متر في الساعة مع وضع الثبات. الضربة بتاعته لما بيضربها بتعمل فقاقيع مملوءة بالبخار، وانت لو شفته موجود في البحر ما تحطش ايدك عليه، لأنه ممكن يضربك لكمة من اللكمات ديت، وفعلا بتبقى قوية جدا وبتبقى عاملة زي ضربة الرصاص. ولو عجبك الفيديو ريت نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم أي جديد أنا بعمله، ويا ريت لايك وتعليق محفز عشان استمر وأقدر أكمل.